أنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين وفي اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة. إذا أنا مباشرة في طريق رابطة ما بين الرباط وكازا، زوج ديال الشاحنات كبار تقلبوا في طريق السيار، واستنفار أمني كبير لرجال الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية اللي حاضرين العام ديال المكان. نطلب الله السلامة أكيد، نتمنى من الله السلامة أكيد ومزيدا من الحيطة والحذر. إذا سائر في الأرواح بقدر ما كيف هذه الحادثة. إذا استنفار أمني كبير رجال الدرك الملكي والوقاية المدنية اللي حاضرين بعين المكان، والحمد لله أن هذا السيطرة ديال الغاز أو ديال البترول ما ترتقاتش، ما وقع حتى شي حاجة الحمد لله. نطلب الله السلامة أكيد. حدث سير الوصفة بالخطيرة، بلوكاج كاين كبير، ولكن عناصر الدرك الملكي اللي حاضرين ومتجندين بطبيعة الحال لهذه الواقعة من أجل سلامة ومرور السيارات والشاحنات. والكل كيعرف بأنها الطريق رابطة ما بين دار الرباط والدار البيضاء كتكون عامرة. نطلب الله السلامة أكيد ومزيدا من الحيطة والحذر المستعملين ديال الطريق. ما في إنسان الله يحضر السلامة أكيد، نطلب الله السلامة، الله يحضر السلامة. شوف الواقعة شنو وقع للأسف، جوج ديال الشاحنات، نطلب الله السلامة أكيد. الحمد لله على سلامة السائق والراكبين اللي كانوا معاه، الحمد لله بطبيعة الحال أن ما تقاس وما تأذى حتى شي واحد. إذا كما كتشاهدوا الطريق مقطوعة ما بين الدار البيضاء والرباط طريق السيار. الحمد لله هذه الحادثة في طريق السيارة. نطلب الله السلامة أكيد ومزيدا من الحيطة والحذر المتبعين فيها متبعي قناة شوف تي في، مزيدا من الحيطة والحذر بعد ما انقلاب شاحنتين في طريق السيارة. إذا كما كتشاهدوا حجم ديال الواقعة وحجم ديال الكارثة. نطلب الله السلامة أكيد، شوفوا شنو وقع للأسف، شوف شنو وقع. طريق ما بين كازا ورباط طريق السيار، على سلامتهم الحمد لله السائقين، يعني ما تقاسمت أذى حتى في واحد. شوفوا حجم ديال للأسف استنفار امني كبير ديال رجال الدرك الملكي من اجل هذه الواقعه اللي حاضرين بقوه بطبيعه الحال من اجل مرور السيارات والشاحنات. نطلب الله السلامه اكيد اللي كانوا معاهم، وكيما كتشاهدوا الطريق مبلوكيه ومقطوعه. اذا نطلب الله السلامه اكيد في هذه الواقعه المؤلمه والخطيرة، والحمد لله أن ما كاينش خسائر في الأرواح، يعني كاين خسائر مادية كبيرة راه تقريبا ما يقارب على ما أعتقد كاين جوج شاحنات هما هنايا هما اللي كيبانو في القدام، وكاين شاحنة مقيوسة من القدام من اللور هنا كما كتشاهد الشاحنة الأولى، الشاحنة الثانية، الشاحنة الثالثة راه هي في المخشية. نطلب الله السلامة أكيد. للأسف الشديد كيكون حوادث مميتة، الحمد لله على أقدار الإلهية، الحمد لله أن ما تقاص وما تأذى حتى شي واحد، ولكن كاين خسائر مادية كبيرة. الشاحنة الأولى هي مقلوبة، الشاحنة الثانية والشاحنة الثالثة اللي كانت القدام. السلام عليكم، بخير. إذا نطلب الله السلامة أكيد. إذا استنفار أمني كبير لرجال الدرك الملكي في هذه الواقعة. إذا نطلب الله السلامة أكيد ومزيدا من الحيطة والحذر المستعملين ديال الطريق رابطة ما بين طريق السيار. إذا استنفار أمني كبير.